عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة وكذلك نظام التسجيل المسبق ECI للشاحنات. أشار رئيس الوزراء إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف حتى تتوفر السلع المختلفة بالأسواق المحلية وبما يسهم في حدوث توازن في الأسعار.